جمع الكريم. نعود وإياكم مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الوهاب عز الدين قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز مدينة أبو المطامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واشربي وقري عينا. صدق العظيم. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عبد الوهاب عز الدين قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز مدينة المطم. نقلناها لكم من داخل إحدى وحداتنا الخارجية وإحدى قصور الضيافة المتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية والخدمات الفندقية الممتازة من جوهرة السرادقات مؤسسة الحاج ضيف العباسي وأولاده لأعمال الفراشة والأعمال الفندقية وتنظيم ليالي القرآن الكريم الحاج ضيف العباسي وأولاده المقيمين بنجع قريم التابعة لمركز مدينة الدلجة. كما تقدم نائبا عن جميع عائلات بركات وأسرة الراحل الكريم وفضيلة الشيخ إبراهيم عبد العزيز بركات يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من جاء للعزاء والمواساة وشكر الله سعيكم جميعا.